وللحديث عن خلفية مشاركة المغرب في مؤتمر دولي لدعم أوكرانيا برعاية أمريكية ينضم إلينا دكتور بديس الجريني أستاذ العلاقات الدولية بجامعة القاضي عياد بمراكش. أهلا بكم سيدي. بداية، ما هي دلالات هذه المشاركة، مشاركة المغرب إلى جانب عدد كبير من الدول من حلف الناتو وخارجه في المؤتمر الدولي لدعم أوكرانيا طبعا برعاية أمريكية؟ أعتقد مساء الخير. أولا أعتقد بأن الدلالة يمكن أن نقرأها من زاويتين. الزاوية الأولى هي ضرورة استحضار يعني الموقف المغربي الذي عبر عنه منذ بداية تفجر الوضع عندما أعلن على ضرورة استحضار مبادئ القانون الدولي ومبادئ الأمم المتحدة في هذا الخصوص على مستوى احترام سيادة ووحدة الدول وعلى مستوى عدم استخدام القوة أو التهديد بها في العلاقات الدولية، ثم كذلك تأكيد على أهمية يعني توفير أو استخدام الآليات السلمية لتسوية المنازعات. الجانب الثاني الذي ينبغي أن ننظر إليه من هذا الجانب هو أو من هذا الموضوع هو أن المغرب إلى حدود الساعة هناك وقت، يعني يبدو أن موقفه الحيادي الذي اتخذه على امتداد عدة يعني مدة طويلة حقيقة فيها نوع من تقييم الوضع، يعني سمح اليوم نحن أمام تطور الأوضاع وأمام تموقعات لكثير من الدول إزاء هذا الطرف أو ذاك. وأعتقد بأن المغرب اليوم بهذا يعني المشاركة في هذه المشاورات يعني يعبر عن موقفه الرافض طبعا أو المؤكد للمبادئ التي عبر عنها في بداية الأمر، والتي طبعا فيها جوانب إنسانية، فيها جوانب طبعا مرتبطة بالانخراط في الجهود الدولية لإرساء السلام، وفيها كذلك يعني كما قلت تأكيد لتلك المبادئ التي وضعها أو طرحها المغرب منذ بداية تفجر الوضع. طيب دكتور دريس لجريني أهلا بك. المواقف التي اتخذتها المملكة التي شرحتها من قبل، سواء فيما يتعلق ببلاغات وزارة الخارجية أو موقفه من القضية عندما كانت موضع انتخاب أو تصويت في الأمم المتحدة، ثم اليوم هذه المشاركة، هل هذا الموقف يحتمل تأويلا ما؟ طبعا الموقف فيه نوع من يعني نحن الآن أمام تغير في الموقف إلى حد ما، على اعتبار أن كانت هناك طبعا الفترة كما قلت يعني كفيلة بأن يتموقع المغرب وأن تتجلى له الصورة أكثر. أعتقد بأن الجهود الدبلوماسية إلى حدود الساعة مع الأسف لم تنفع مع استمرار الوضع طبعا المهدد للسلم الأمن الدوليين. وأعتقد بأن التموقع اليوم المغرب طبعا أخذه في إطار سيادي، في إطار يعني تقييم الوضع. ولكن دكتور عندما تقول إن الموقف تغير باتجاه ماذا؟ ما هو الموقف اليوم؟ الموقف اليوم وهو طبعا يعني فيها الانخراط في الجهود الدولية الرامية لطبعا إيقاف ما يحدث، وفي أيضا يعني إرجاع الأمور إلى نصابها على اعتبار أن الأمر يتعلق بحوالي 40 دولة، وكما قلت أن الوقت كافي، وهذا كنت أؤكد عليه منذ بداية تفجر الوضع على أن الوقت سيدفع الدول إلى التموقع طبعا في هذا الجانب أو ذاك. والمغرب أعتقد بأنه تموقع إلى جانب الشرعية التي دفع عليها أو دفع عنها منذ بداية الأمر عندما تحدثت يعني أو تحدث بلاغ وزارة الخارجية عن المبادئ التي ذكرتها والتي طبعا منصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة وهي من المبادئ الأساسية للقانون الدولي. يعني لا يمكننا أن نعتبر بأن الأمر يعني فيه تجاوز للثوابت التي طبعا تتأسس عليها السياسة الخارجية المرتبطة بالمساهمة في تعزيز السلم والمساهمة كذلك في تسوية المنازعات بصورة سلمية. الدكتور المحلل السياسي دريس الجريني، شكرا جزيلا لك على كل هذه التوضيحات.